دكتور فواز، في هذه المجالات. المملكة واحدة من كبار منتجي النفط في العالم، كيف لها أن توازن بين تحقيق العائد المجزي الذي يشكل مصدرا أساسيا من مصادر الناتج القومي في المملكة، وفي ذات الوقت تحافظ على خططها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر؟ وعندما نتحدث عن موضوع الطاقة الأحفورية والمملكة العربية السعودية هي أحد الدول حادية الإيرادات، وذلك اعتمادها الكلي كما تفضلت على الطاقة التقليدية أو تصدير الطاقة التقليدية، المملكة هي تصدر للدول المستفيدة وأيضا لها ذلك الخبرة في موضوع وجودها في السوق أو في منظمة أوبك والمحافظة على الانتاج، وذلك المحافظه على 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 الامن من الطاقه. وبدون شك ما زال العالم يعتمد اعتماد كلي على الطاقه الاحفوريه، وايضا هناك للاسف الشديد انا لست متشائما، ولكن الازمه الاوكرانيه الروسيه جعلت هناك ايضا من ضمن المعوقات في عمليه الحد من استخدام الطاقه الاحفوريه. هناك ايضا دول اوروبيه للاسف رجعت على الفحم الحجري، وهذا سوف يزيد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. ولكن المملكه العربيه السعوديه جعلت في خطتها كما ذكرنا في رؤيه المملكه، وايضا جهودها المبذوله للتعاون مع الاسره الدوليه، المملكه من خلال خطتها او رؤيتها 2030 جعلت الاعتماد على صناعة السياحة وعلى توطين الصناعة بأن تكون أحد الإيرادات الرئيسية للاقتصاد السعودي. وهذا لكن هل هناك وسائل تقنية دكتور فواز؟ أنا أعلم أنك ربما لست من أهل التخصص، لكن المسألة تطرح بهذا الشكل، هل هناك بعض النواحي التقنية الجديدة في استخراج النفط وفي تكريره ما يجعل من الكلفة البيئية أقل قليلاً في هذه المرحلة؟ نعم، هناك ما يطلق عليه النمو الاقتصادي الدائري للكربون، وهذا الاستفادة منه في المملكة العربية السعودية بهذه التقنية، والتي لله الحمد المملكة طرحتها في مؤتمر G20 عندما كانت المملكة قائدة لها في الرياض، وهناك ولله الحمد بحوث وأيضاً توجه للاستخدام مثل هذه التقنية تخفيف انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، مما يساعد ولله الحمد على تخفيف الاثر السلبي الذي. ولكن استاذي المملكه العربيه السعوديه هي لا تشكل يعني الا نسبه بسيطه جدا جدا مقارنه في الدول الصناعيه، والذي اعجبني صراحه في المؤتمر التي تقوده مصر في شرم الشيخ بانها كانت هناك في شفافيه مطلقه عندما وضعت بند الاضرار والخسائر على جدول الاجتماع وتتحمله الدول الصناعية القيادية في مقدمتها الولايات المتحدة والصين. ولو نظرنا إلى موضوع المسؤولية الدولية من منظور قانون دولي، تتحمل مثل هذه الدول تعويضات للدول النامية والدول التي تضررت. المملكة العربية السعودية في مبادرتها الأولى والثانية وهي الشرق الأوسط الأخضر، نتمنى بأن نرى مثل هذه المبادرات على المستوى العالمي سواء في شرق الكرة الأرضية أو شمالها أو غربها أو جنوبها. لكن دكتور فواز، هل يرجى من الدول، وأنت أشرت إلى أن هناك بعض الدول على وقع الأزمة الجارية الآن عادت خطوات إلى الخلف بإعادة استخدام الفحم مثلا، هل يرجى من هذه الدول أن تنفق من ميزانياتها مليارات الدولارات لأجل أن تفي بتعهداتها تجاه الدول النامية أو الدول صاحبة الكلفة الأكبر؟ أحسنت، سؤال صراحة وجيه وسؤال محوري، وهذا يأتي من خلال التعهد والالتزام بما سوف يصدر من صدر من القمة COP26 التي عقدت في غاليسكو في اسكتلندا، والذي سوف أيضا يخرج من ضمن التوصيات والتعهدات في مؤتمر شرم الشيخ COP27، وهذا مؤشر خطير جدا، يجب على هذه الدول أن تلتزم وأن تنظر إلى المسؤولية الدولية في تعويض الدول، ولا سيما الآن العالم يعيش كما تفضلتم في التقرير وفي ثنايا كلامك هناك متغيرات خطيرة جدا سببت على الأمن البيئي، مما سوف يزيد رقعة الجفاف وارتفاع في منسوبي المياه، وهذه مهددات للحياة بشكل عام على كوكب الأرض. وبالتالي يجب على هذه الدول أن تساعد تلك الدول التي تضررت بأسباب ذلك التغير في المناخ.
والمملكة العربية السعودية هي وجودها مع مصر ومع الدول العربية، والمملكة العربية السعودية أيضا هي تنظر إلى جميع الدول المجاورة لها، سواء كان مع حدودها السياسية الأردن والعراق وأيضا دول الخليج واليمن ومصر وشمال أفريقيا، بأن يكون هناك فعلا تعاون إقليمي لإنجاح مثل هذه المبادرة، والتي سوف تنعكس عليها إن شاء الله في تعزيز الأمن البيئي. الدكتور فواز بن كاسب الكاتب والمحلل السياسي السعودي منضما إلينا عبر الهاتف من العاصمة السعودية الرياض، أشكرك شكرا جزيلا.